تجي يبقى عندك اكتر من لعبه والكره تصطدم فيك. نشوف طاقم التحكيم محمود ناجي حكم المباراه، حمد عبد المجيد الحكم مساعد رقم واحد، محمد عزازي مساعد رقم اثنين، صبحي العمراوي رابع، عبد العزيز السيد حكم الفيديو، مع مبروك نبيل. خلينا نروح للحالات على طول. انا عامل دقيقه 8 والدقيقه 69. نشوف اول حاله معانا، نشوف اول حاله. ستوب، ترجع تاني. الكلام مش لمحمود ناجي بس يا كابتن. بص ستوب، انا من غير ما اقول يا كابتن علاء انا بجري ماشي مسار الكوره، مش ممكن انا بجري والكوره بظهري. الف ب تحكيم بقول اهو، دي نقطه تعليميه من فضلك. ازاي يبقى عندك قراءه مستقبليه للمباراه، تقدر انك انت تقرا اسلوب لعب نادي الاهلي، اسلوب لعب نادي الجونه، حاول انك انت النهارده تتحرك بشكل جيد فوق ميدان اللعب. دي حاله من الحالات الاولى. طبعا هو هنا رجع عمل، دي كانت هجمه النادي الاهلي، اوقف اللعب وعمل الاسقاط طبقا للقانون. نروح للدقيقه 69 نفس الشيء. نروح انا هنا ستوب، لابد ان انا برضك يبقى عندي حس سنس صح. هنا اللعب حاول افتح شمال يمين، دي مشكله. خلي بالك الكل ينظر للحكم يا كابتن علاء ان اخطاء تحكيميه، لا، تمركز وتحرك الحكم داخل ميدان اللعب افضل شيء يديك القرار الصح. فلابد بنقول دي نقطة إيجابية لكل الحكام، يا ريت نقدر النهارده المعد الفني للاجنة الحكام ينزل مع الحكام يشتغل في ميدان اللعب. صحيح. يلا خلينا نروح للحالة اللي بعد كده. الحالة جاية حالة مهمة جدا، وهل هناك محمد عزازي الحكم مساعد رقم 2؟ نشوف هل هناك تسلل ولا لا؟ نشوف اللعبة لحظة اللمس والتمرير. نشوف تمام جزء من القدم وتسلل موجود، وحاله من الحالات التحكيميه الصحيحه لمحمد عزاز. الحاله الثانيه هنا حاله، طبعا محمود ناجي النهارده كان يعني في الانذارات، اعتقد يعني لابد انك انت يكون عندك معيار الانذارات، لان عندي اثنين لعيبه اصيبوا وللاسف اللعيبه ما خدتش انذار. دي حاله من ضمن الحالات يا كابتن، هنا في انذار مفقود للتهور. ايوه. نروح للحاله اللي بعد كده، مش هنقف كتير. لعبه من الالعاب الصعبه عند محمد عبد المجيد المساعد رقم واحد. نشوف هل هناك تسلل ولا مفيش تسلل. نشوف يا كابتن هنا لحظه اللمس، اعتقد رجل لعيب الجونه مغطي. هنشوف اهو لسه مازال. ها بس هنا حاله من الحالات الصعبه يا كابتن علاء، ولا ايه رايك فيها؟ صعبه. دي صعبه. صعبه طبعا. هنمشي مع الحكم فيها كابتن ايمن، واحنا قلنا نعمل سبورت للحكم لان حاله صعبه جدا. ماشي. هل لاعب النادي الاهلي بجزء من الجسم وهل القدم يعني حاله صعبه، بنقول نمشي مع قرار محمد عبد المجيد حكم اسكندريه المتميز. بس هو تمركزه كويس على فكره. بالظبط كده. نروح للحاله اخر حاله معانا كابتن ايمن، ودي حاله اللي انا بستغرب، يعني هنا في اصرار، يعني هنا اللاعب هنا اصر على ارتكاب الخطا. ارتكب مخالفه، ولو شفنا كابتن هنا الحذاء والاسترزات في اسفل الكعب هنا للاعب نادي الاهلي صلاح محسن، نشوف الاعاده بتاعتها. وهنا اللاعب لم يحصل على البطاقه، نشوف هنا الاعاده من هنا كمان. نرجع بص هنا الاسترزات هنا في الكعب هنا. بص يا كابتن هنا نمشي هنا هنا واخد الكعب بتاع صلاح محسن، هنا دي مخالفه كانت تستلزم البطاقه الصفراء. بشكل عام بنقول تاني، يمكن سؤالك كان مهم جدا، مشكله حكام افريقيا ان لجنه الحكام ما اشتغلتش تصعد حكام. بنقول لجنه الحكام مصر عندك الفرصه في هذه البطوله، ادي الحكام الشباب، خلي فيه جراه. صحيح. ما تخافش، البطوله بتبقى يعني اعتقد مش صعبه، فرصه تدي حكامك عشان ياخدوا الثقه في المباراه اللي جايه. وبالتوفيق طبعا للتحكيم المصري.